السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت عاوز أعرف حكم من كان يفعل العادة السرية وهو ما كانش يعرف حرمتها. يستغفر الله ويعمل صالحا ويقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. طيب أنا ما كنتش أعرف يا فضيلة الشيخ إن هي حرام، ما كنتش بغتسل وكنت بصلي من غير اغتسال بدون علم يعني إن دي حرام ولا لا. بتصلي من غير اغتسال؟ ما كنتش اعرف اللي هي يعني لازم اغتسل ليها. على كل حال الصلوات دي كانت يعني حرام عليا. عليك باعاده الصلوات قدر جهدك واستطاعتك.